ودائما مع البوليساريو والجزائر، ونقلا عن موقع الصحيفة المغربي، هناك غضب أمني جزائري من حصانة عناصر البوليساريو اللي متورطين في عمليات تهريب المخدرات. وقالت الصحيفة بأن أمنيون دركيون جزائريون عبروا عن غضبهم بشكل علني من هذه الحماية ولهذه الحصانة التي أصبح يتمتع بها العديد، ولو أنهم من مكري يتمتع بها عناصر جبهة البوليساريو اللي تم ضبطهم وهم يهربون المخدرات أو قطع غيار السيارات، ثم يتم إطلاق سراحهم بمجرد إحالتهم على الجهاز القضائي. موقع الصحيفة نقل هذا الخبر على موقع ماغرب انتليجنس، وقال بأن هناك موجة غضب عارمة تتصاعد منذ أيام داخل الأجهزة الأمنية، أجهزة الأمن في الجزائر، اللي بدأ يعني يفتح الباب أمام تصريحات علنية ويدفع مسؤولي الشرطة. ودرك الجزائري للتعبير عن استيائهم ورفضهم لهذه الحصانة الواضحة التي يستفيد منها الأعضاء والعناصر نتاع جبهة البوليساريو. وقالوا بعض الأمنيين والدركيين الجزائريين أن هذه الحصانة غير مقبولة من قبل المحققين في أجهزة الأمن الجزائريين اللي مكلفين بقضايا مكافحة تهريب المخدرات وقطع الغيار، اللي راح تعاني منها الجزائر. هناك مشكل كبير نتاع الندرة فيما يخص هذه يعني قطع الغيار الخاصة خصوصا بالسيارات. وقالوا بأن على هذه الجريمتين يعني المخدرات وقطع الغيار منذ عام 2023 أصبحت تخصصا يتفوق فيه بشكل خطير نشطاء وأعضاء جبهة البوليساريو. يعني عناصر البوليساريو أصبحت تنشط بشكل أكبر ضمن شبكات تهريب المخدرات وتهريب قطع الغيار يعني الخاصة بالسيارات. الشرطة والدرك الجزائرية نفذت عشرات الاعتقالات خلال سنة 2024، وخلال عملية تفتيش استهدفت عناصر من جبهة البوليساريو أموالين لهم خلال عبورهم عبر الموانئ والمطارات في غرب الجزائر قادمين من أوروبا، وفي طريقهم نحو مخيمات تيندو. في هذه العمليات أسفرت عن اكتشاف كميات من المخدرات، خصوصا المؤثرات العقلية اللي كانت مخبأة في حقائب يحمل يعني تعود لعناصر البوليساريو اللي يعيشوا في مخيمات تيندو، مثل ما تم العثور على ما لا يقل عن 14 ألف علبة من المؤثرات العقلية في حقيبة أحد نشطاء البوليساريو في مطار وهران الدولي، يقول موقع الصحيفة. طبعا الأمر يعني من المؤثرات العقلية والمخدرات إلى قطع الغيار التي سوق سوداء أصبحت مزدهرة في الجزائر، لأن قطع الغيار في الجزائر أصبحت مرتفعة، سعرها مرتفعة بشكل كبير. وشفنا مؤخرا المشكل اللي راه واقع بالنسبة للعجلات، يعني الإطارات، يعني لي بنو تاع السيارات في الجزائر تضاعف سعرها ب3 مرات. عناصر البوليساريو اللي يقول عليها إبراهيم غالي والإعلام نتاعو راهم في حرب ضد المغرب، الناس راها لاهية بالتهريب، التهريب نتاع المخدرات نتاع قطع الغيار. وهذا الأمر الذي أغضب عناصر كثيرة من ضباط في مكلفين بالتحقيقات اللي يتلقوا أوامر من أجل الإفراز مباشرة عن هذه العناصر التي تتمتع بحصانة أصبحت تثير غضب الشرطة والدرك الوطني. ونمشو هنا للمجال العسكري، يعني المجال العسكري، والمغرب والجزائر التقيا في تدريبات عسكرية مشتركة تهم إجراء مناورات بحرية بالبحر الأبيض المتوسط. هنا نظام العسكر الذي يعني يخاف من الغرب على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ما يقدرش يرفض مثل هذه الأمور، هذه التمرينات اللي اسمهم فونيكس إكسبرس 24، انطلقت يعني في تونس يوم 4 نوفمبر وتستمر إلى غاية 15 نوفمبر، يعني بمشاركة طبعا القيادة أفريكوم، القيادة الأمريكية في أفريقيا، شاركت فرق عسكرية ومغربية، وبالإضافة إلى فرق ليبية وموريتانية وتركيا ومن إيطاليا ومالطا وبلجيكا وجورجيا. يعني التدريبات اللي تجمع حوالي 1100 جندي ومراقب من مختلف الدول المشاركة تسعى طبعا إلى تعزيز التعاون بين طواقم البحرية. أنا هنا أستغرب علاش نظام العسكر اللي قطع العلاقات وغلق المجال الجوي ودير كل يعني ما يرفضش هنا
ينسحب. ليش ما تنسحبش من هذا التمرينات؟ لأن هذه التمرينات تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية، ونظام العسكر لا يستطيع أو يخشى إغضاب الولايات المتحدة الأمريكية. وفي موضوع متعلق بالمجال العسكري مرة أخرى، هنا حبيت نشارك معكم، يعني أنا اليوم اكتشفت فضيحة جديدة ضمن الفضائح اللي جات في الاستعراض العسكري الأخير اللي كان بمناسبة الذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية. يعني وهنا نتحدى هذا النظام، يعني إذا كان عنده الجرأة على أنه يقول الحقيقة ويقولها ويصارح الشعب. يعني أحد النشطاء اللي يدافعوا على هذا النظام، يعني بكل صراحة أحد النشطاء اللي يدافعوا على هذا النظام نشر تغريدة وقال أنه خلال الاستعراض العسكري أول نوفمبر 2024، المتحدث اللي كان يتكلم في التلفزيون الرسمي قال أن طائرة جي فور، يعني من مجموعة الاتصالات الجوية، هذه جي فور هي الجولف ستريم الأربعة اس الفور اس بي الجولف ستريم، هنا كما غادي تشوفوا هذه الطائرة حلقت أثناء الاستعراض العسكري. هي الطائرة تحمل التسجيل 7 تي في بي ام، هذه تابعة لمصالح رئاسة الجمهورية. الطائرة هذه اللي كانت، والمتحدث هذا اللي دافع على النظام العسكري قال هذه الطائرة كانت طائرة للإسعاف الطبي خاصة بالرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، كي كان مريض وكان يعالج في سويسرا وفرنسا، و استعملت كذلك في عملية الإجلاء لمواطنين جزائريين على إثر إصابتهم في مالي، وهي حاليا قادمة من أثيوبيا. هو أعطى وصف دقيق وقال بأن هذه الطائرة اللي راحوا داروها في الاستعراض العسكري في أول نوفمبر، هذه قال لك ما هيش طائرة أنت متخصصة في الاتصالات من نوع جولف ستريم، لأن هناك طائرات، هذه طائرة أمريكية الصنع، يعني شغل الرادار في السماء راهي يتمشى، لكن قال لا أبدا هذه ما هيش، يعني الكلام اللي قاله المتحدث بعيد كنا البعد عن الحقيقة. وهنا نشارك معكم صورة هذه الطائرة كما ستلاحظون هنا، يعني عيب أنهم وصل بهم البروباغندا أنهم يكذبوا على الشعب، حتى أولئك الذين يدافعون عنهم ما قبلوش هذا. يعني أنا نحيي هذا الشخص الذي اعترف وقال بأن الكلام اللي قاله المذيع أثناء مواكبة الاستعراض بعيد كنا البعد عن الحقيقة. هذه هي الطائرة التي قيل أنها، يعني طائرة يعني شغل تاع الاتصالات، يعني أو التجسس، ولا يعني لـ 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 يعني ان افيون اللي هو أصلا موجود يعني، ولكن الجزائر لا تحوز على هذه الطائرة الخاصة التي تنتجها الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بالاتصالات. ولكن هما جابوا طائرة كما راكم تشوفوا، هذه الطيارة هذه تابعة لرئاسة الجمهورية، وقال هذه الطائرة خاصة بالاتصالات، وهو هنا الناشط يكذب هذا الكلام ويقول بأن هذه ماهيش طائرة، يعني الجزائر لم تقتني هذه الطائرة اللي من نوع جولف ستريم اللي متخصصة في الاتصالات أو التجسس أو الرصد. يعني الطائرة هذه هي مجرد طائرة تابعة لرئاسة الجمهورية، واللي كانت بيستخدموها في إطار طبعا نقل الرئيس بوتفليقة أثناء استشفائه ما بين باريس وفرنسا والجزائر. أظن أن آخر نقطة في هذا البث المباشر اللي غادي نختتمها معاكم بخصوص المقاتلة الروسية سوخوي 57، يعني دائما في المجال العسكري. كان معرض الصين للطيران مؤخرا كشف عن صور ومقاطع فيديو عن عيوب تصنيع واضحة في هذه المقاتلة سوخوي 57، اللي هي كما يقولون طائرة الشبح الروسية، والمستخدمون الصينيون نقلوا صور وفيديوهات بينوا على العيوب والتشوهات التي يعني في هذه الطائرة، واللي أثارت شكوك حول جودة الإنتاج في الصناعة العسكرية الروسية. يعني وهذا الشيء اللي وقع في معرض الصين هو طبعا ضربة لصورة الصناعة الروسية اللي كشفت عن عيوب في هذه المقاتلة التي يعتبرونها متطورة. وحبيت نشارك معكم الآن صور عن هذه العيوب التي كشفها الصينيون، مثل ما تلاحظون في هذه الصور هنا من موقع منتدى الدفاع. انظروا، هذه هي السوخوي 57،
كما تلاحظون بالنسبة للمتابعين عبر يوتيوب. هذه هي الصفوي. الصينيون كانوا في المعرض وكشفوا على هذه العيوب. هذه آخر نقطة في هذا البث المباشر، نشكركم على المتابعة وعلى الدعم وعلى الوفاء، وألتقي بكم إن شاء الله في بث مباشر آخر. ليلتكم سعيدة وتصبحون على ألف خير.